أمتحن مترشحو شهادة التعليم الثانوي البكالوريا دورة جوان 2024 اليوم الاثنين في مادة الرياضيات بجميع الشعب. تنقل مراسلو القناة إلى عدة مراكز امتحان بعدة ولايات من الوطن لرصد انطباعات المترشحين حول طبيعة الأسئلة بعد خروجهم من الامتحان. وكانت آراء التلاميذ متباينة بين من اعتبر أن المواضيع سهلة وفي متناول الجميع، وبين من وجد صعوبة فيها بالنسبة لجميع الشعب. أنا جاني صعيب بس خيرت الدوزيام وندمت كي خيرت. موضوع ثاني شوية، موضوع ثاني كان شوية صعب. ما كان في التمرين الأول في سهولة، التمرين الرابع في سهولة. السوجي الزاوج صعب بزاف، الناس هاي تبكي الداخل منا، احنا نتعلموا من الداخل وخلاص وإن شاء الله نجيبه. الموضوع الأول كان سهل، أنا الموضوع الزاوج قام ما قريتهش، قريت غير الأول جاني سهل بديت فيه. هذا مكان الأول صافو، أنا فات الوقت منا بديت الدوزيام وندمت. كان طويل بزاف، الدواء كانوا طوال وصعبين، والمتتاليات شوية ثاني صعبين. أيوة الباقي قاع في المتناول. درنا عطاونا دو سوجي كانوا في كان في متناول الجامعة. ما قريت الزوج خليته، هذا هو راني نشوف الزوج الأول جاني ساهل الحمد لله، واللي قرا يدي اللي قرا يدي واللي ما قراش ما يدي. هذا امتحان كان سهل، أنا خيرت الموضوع الثاني كان سهل، المتناول الجامعي اللي قرا اللي قرا يدي اللي ما قراش ما يديش. هذه